دكتور أبقوي، يعني خلينا نشوف رأي الدكتور السعدي. دكتور السعدي تكلم عن حكومة السيد الكاظمي أنه هي ما حققت بعض الأشياء اللي تحدث بها السيد الكاظمي، وأيضا تتحدث عن رؤية يعني رؤية ما يستهان بها، شخصيات طلعوا والظاهرة وشخصيات رادوا حقوقهم، يعني يقول لك نحن ما راح ننتخبنا، يعني الأغلبية ما راحوا ينتخبوا. يعني نشوف أنه هذا الشيء ربما يكون إيجابي سلبي على الانتخابات، وشنو وجهة نظرك في ما تحدث به الدكتور محمد؟ طبعا حتى نكون أكثر دقة في وصف ما يجري على الساحة العراقية، دعنا نذكر بأن الأهداف التي ينطلق منها دكتور محمد نعناع هي أهداف صحيحة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل. أي هو الآن يبدأ ببناء قاعدة ثم توحيد رؤى فكرية لها حتى ينظم نفسه ضمن هذه الأجندة لينطلق في عملية تغيير تبدأ من القاعدة الشعبية لتنطلق فيما بعد صوب السلطات، أي عملية الاشتراك في الانتخابات ثم السلطة التشريعية في السلطة التنفيذية. هذا البناء يحتاج إلى وقت طويل. نعم قد تكون 4 سنوات القادمة هي هذا خط الشروع للانطلاق، لكن نتكلم هنا عن حال استثناء ما زال يعيش العراق. هو تكلم وهذه نقاط حقيقية، هناك جائحة كورونا، هناك حالة اقتصادية. نعم حاول السيد الكاظمي أن ينأى بنفسه عن كثير من ما حصل. هو يقول اليوم، وهذه نقطة حتى أعقب على ما ذكر الأستاذ محمد نعناع، موضوعة 12 مليار، لكن من أين أتت 12 مليار؟ أتت من جيوب الفقراء والمتقاعدين. صحيح. يعني اليوم هناك الراتب التقاعدي أو حتى الراتب للموظف قد هبط 20% وارتفع السوق 20%. إذن كيف أنا حصلت هذه 20%؟ مين جتك هاي المليارات 12؟ غير لازم تذكر للشعب أيضا، يعني حتى أنا لا هي ليست ملامة للسيد الكاظمي بقدر تذكير. نحن نذكر بنقد إيجابي، عليك أن تتذكر حال الشعب العراقي الآن إلى أن وصل، أي بجعل خط الفارق بصرف الدولار مقابل الدينار العراقي، أحدث للأسف أقول هامشا كثيرا بزيادة خط الفقر. انظر إلى إحصاءات وزارة التخطيط ماذا حصل معها. حتى استكمل الرؤية، هناك وجهة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة السيد الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مراكز البحثية أي ثانك تانكس المتوفرة بالولايات المتحدة الأمريكية تقول، تقدم نصيحة أي مشورة إلى الإدارة الأمريكية، عليك أن تأخذ بنظر الاعتبار الاستفادة من تولية السيد الكاظمي لولاية ثانية. ثم بعد أن زار طهران السيد الكاظمي، بعد أن زار طهران خرجت عناوين الصحف، بعض عناوين الصحف الخليجية، وقالت السيد الكاظمي قد تحصل. أنا لا أريد أفصل بما ذكرت كل الصحف، لكن هذا العنوان حتى أربط الشيء بشيء. قال قد تحصل السيد الكاظمي على الضوء الأخضر لولاية ثانية من إيران، فالحكيم يدعمه والسيد الصدر يراهن عليه. أنا أريد أن أصل بالنتيجة. سيد عايدة العبادي يعني وكلام. هكذا أنا أريد أن أصل بالنتيجة. أي هل هناك ستكون عملية تغيير بشكل الحكومة أم هناك من يراهن على إبقاء على سبيل المثال الخيار المستقل أو الرجل الشيعي العلماني هكذا يراد أن يصور له حتى يبقى في الحكومة لدورة ثانية ليستكمل مشروعه وبرنامجه والورقة البيضاء الاقتصادية لما جرى في العراق. وبالتالي علينا أصبح العراق في مفترق طرق. أنا أتكلم هنا ليس العراق، أنا أتكلم هنا عن شعب، عن شارع عراقي لحد ما زال رافضا لكثير مما قامت به الحكومات المتسلسلة من بعد عام 2003 ولحد هذه الساعة. نعم هي تحاول أن تنجي بنفسها من خلال هذه البودقة والشكل الديمقراطي، لكنها لم تصل بنتيجة لإرضاء حق. لم تكلم عن حالة ازدهار وحالة وردية، نتكلم عن حقق لدى هذا المواطن في الدستور لم تصل إلى إرضاء به. وبالتالي لن تستطيع هذه، يعني نتكلم عن شكل الحكومة القادمة بإيفاء حقوق هذا المواطن، وبالتالي ألقت بظلال مرة أخرى قاتمة على عدم استطاعتها من الوصول إلى الحالة الإيجابية، لا نقول من كسب ود بل حالة إيجابية لغرض إرضاء الشارع، لأن لا تكون هناك طبقة معارضة بشكل حقيقي. أنا أتمنى أن تنجح أهداف دكتور محمد، وهناك الكثير من أهداف أخرى على أقل تقدير من يروم من حراك تشرين. صح. أن يخلق حلقة التوازن. لحد الآن حلقة التوازن في البناء الديمقراطي مفقودة، أغلبهم يعني بصراحة أي لا توجد معارضة لدينا. بس دكتور يعني نريد نتحدث، أغلبهم دخلوا ويا السيد عمار الحكيم وأيضا في مع قوى وأحزاب أخرى، يعني نتمنى الفوز للأصلح. يعني بصراحة أنا أتمنى الفوز للأصلح. بعد خلص انتهت الانتخابات، صناديق الانتخابات راح تحدد منه راح يدخل قبة البرلمان ويدخل البرلمان، منه راح يكون صوت وممثل للشعب العراقي، منه راح يكون الأب لكل العراقيين، منه اللي راح يكون نزيه وشريف ويعمل بمصداقية حتى يجيب حق هذا المواطن اللي انظلم 18 سنة. لكن دكتور يعني أريد أتحدث نقطة